قربت من باب البازار ولا لسه؟ دولة. ايوه ايوه يا رمزي، انا خلاص وصلت اهو جوه البازار، بقيت جوه خلاص. اه خلاص انا شفتك بقى دولة خلاص. استنى استنى ما تقفلش ما تقفلش يلا التليفون، خلينا نتكلم كده. ليه يا دولة ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ عايزين نقعد نتكلم في التليفون شويه يا دولة. عايزين نوفر كهربا يا دولة. يلا كهربا ايه يلا اللي نوفرها؟ انا عايز فاتوره التليفون دي تجيلي الشهر ده مش اقل من 3000 جنيه. اه طب يا دولة كنت عايزك يعني في طلب كده، وانا كنت عايز عصايه اللي هي فرعونيه. الو 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 الو, ألو. الشبكه ايه؟ تعالى كده تعالى الناحيه دي كده. الو الو ايوه 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 دولة. كنت بتقول عايز ايه؟ كنت عايز منك يعني طلب كده، وانا عايز عصايه اللي هي الفرعونيه كده، علشان وانا بروح اجيب لك طلبات من الشارع العيال بقى بيشوفوني باللبس ده وانا بقى بيقعدوا يضربوني يا دولة. يعني وانا لما اجيب لك يعني العصايه دي هيمسكوا العصايه يضربوك بيها يا غبي؟ لا يا دولة، ما انا هحطها بقى اعلقها كده وانا على صدر بجنزير. ما الجنزير ده هيربطوك في اي عمود يد ويقعدوا يضربوك بالعصايه برده يا اهبل. يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بلعب كونغ فول. كونغ فول؟ ما انت بقى يا زكي لو كنت كملت وخليتها كونغ فول وطعمية كان زمان بقى عندك مطعم دلوقتي مكسر الدنيا. اه يا دولة. الو الو بسامع. الو اه يا دولة. اه ما تفكرنيش يا عم، كنت زماني متنغنغ دلوقتي. اه الحمد لله انك انت مش متنغنغ. يلا بقى قافل عشان طولنا كده. ماشي يا دولة، مع السلامة. عايز ابقى اشوفك بقى. الو 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 الو. ده الشبكة زبالة. التليفونات اللي معاكوا ما رنتش ليه لغايه دلوقتي يا فنديه؟ وانا اعمل ايه بس حضرتك؟ تعمل ايه ايه؟ شوفوا شغلكوا، اتصرفوا يا سيدي. امال انتوا شغالين معايا ايه؟ وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكا من اللابتوب ده. الحمد لله. ايه ده؟ انت نزلت الترابيزه ليه لو سمحت؟ عشان اشغل اللابتوب. شغل اللابتوب وطلعها تاني فوق بعد اذنك، انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لابتوب محطوط على ترابيزه ولا رمزي. نعم يا دول. انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده، والعيال مش اشكال لما يزفوك يلا، لان لما الناس يشوفوا العيال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده، يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي شغال عندي في البازار. اه يعني انا بمثانه مدير دعامه واعلانات يعني. بمثانه؟ ايوه بمثانه المدير بتاع الدعامه والاعلانات. منك لله بتقول كلام غريب. الو اه معلم تيتي. ها تقابلني في البازار؟ انا ما بقابلش حد في البازار يا معلم، اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه، هو ده اللوك الجديد. امال ايه؟ وبالمره يبقى كافيه عمل. ايه الاكل ده كله عادي؟ انا كده بطني هتفرقع. يا عم ما تفرقع، ايه المشكلة؟ انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوط اللي هيورد لنا التماثيل؟ لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح. ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطلع بالساهل، ولا غلط؟ لا غلط طبعا. انت بتتكلم ليه؟ سيبنا انا اللي اتكلم معاه. هو انت اللي عامل النيو لوك ولا انا اللي عامل النيو لوك؟ اذ ربما بس يعني ما بسش ولا حاجة. انا بقول لك اهو، يعني انت اللي هتبقى المتحدث الرسمي؟ ايوه انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع البازارات. مساء الفل يا رجاله. اهلا اهلا، ازيك يا معلم مسخوط؟ اهلا وسهلا منور. تشرب ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ تاكل ايه يا معلم مسخوط؟ لا 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 لسه دابب عكاوي. خلاص تحب الف لك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معاك في ورقه تاكل العيال في البيت؟ مفيش داعي، نخش في الموضوع. طلبكوا ايه؟ لا عدم المؤاخذه يعني الكلام هيبقى معايا انا، لان انا المتحدث الرسمي باسم كل اصحاب البازارات. يعني انت مش شايف اني لوك ولا ايه؟ ماشي، بس طلبيه زي اللي مطلوبه دي تمنها ما يقلش عن 70000 جنيه. ايه 70000 جنيه؟ احنا جايين نشتري ترمس ولا ايه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي لوك اللي انا عامله ده. طيب يا سيدي ما تزعلش. طب انا عندي طلبيه بس ما بتطلعش الا للغالي، تمنها 100000 جنيه. 100000 جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عم. يشتمني انا بس خلص. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ليه بالاولد لوك اللي انت عامله ده؟ هو انت اللي عامل نيو لوك ولا انا؟ لو سمحت ما تتكلمش. راعي منظري. منظرك ايه ده اصلا منظر؟ وبعدين اتفضل، عندك تربية تانية غير المومية دي؟ بمية وخمسين ألف جنيه. مية وخمسين ألف؟ آه ممكن دي تبقى تربية كويسة. خلاص جايين في المية وخمسين ألف دي. جايين في المية وخمسين ألف؟ طب أنا بره البيعة دي. سلام عليكم. بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي ماشي ماشي. عموما التربية دي أنا أخدها لوحدي بس على شرط. إيه؟ تعلن لكل أصحاب البازارات في المنطقة إن المعلم عادل سعيد خد طلبية بمية وخمسين ألف جنيه. بس كده؟